مساكم سعيد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم الو شيف، البرنامج اللي يطلع عليكم كل يوم اكيد باش يعطيكم اطباق وصفات خاصه بالشهر الكريم وبعض الافكار للفطور على بالنا اللي دائما نحصلوا فيه واش نديروا واش ما نديروش. فهذا البرنامج او برنامج الو شيف عفوا يساعدكم دائما في باش تلقاو يعني الوصفات اللي رايحين اديروهم، وصفات كنتوا طلبتوهم منا، وصفات حاضرين معنا دائما في البرنامج مع لي شيف ديالنا. على بالكم بلي سبت حد الاثنين معكم شيف ناديه، ثلاثاء اربعاء شيف مريم، خميس وجمعه معكم شيف راتبه، يعني هكذا يكون عندكم تنوع في لي بلا في لي زيدي في الكل شيف واش يعطيكم اسيس كل شيف واش تلقاو معاه. على بالكم كذلك باللي كاينين الراعي الرسمي للبرنامج ولا الممولين لهذا البرنامج، وعلى بالكم كل ما يكون برنامج ناجح يكثر عليه الممولين وهذا يعني شيء جميل. نبداو دائما على اليمين برامي، رامي الممول ديالنا رامي اللي حاضر معنا امام عسيلة الوجدان. عسيلة الوجدان كذلك مازالها حاضرة معنا، شوكولا الوجدان فاتا غلاسي وكذلك شوكولا للطلي تاع الوجدان، بالإضافة إلى مكعبات لالا، مكعبات لالا، مصبرات بونو، لايف بمختلف منتوجاته للتنظيف، بالإضافة إلى كوتكس، كوتكس اللي دائما حاضر معنا، ولما ننساو الواحة اللي دائما يتهدي لكم 10,000 دينار جزائري دائما في هذاك السؤال التفاعلي اللي نحطوه اللي يلقى الإجابة الصحيحة عنده 10,000 أو مليون مهداة من الواحة للتسوق. يلا خلوني أرحب شيف نادية، مساء النور. واش رايك؟ صافا مليحة مليحة الحمد لله حبيبتي الحمد لله. كملي لي معني سبونسور. واش شيف نادية اللي دائما تجي باش تعطيكم الأطباق والآخر؟ شكرا صافا. صافا تاك شباب الغاز يسلمك حبيبتي تعيشي يسلمك تعيشي. الوغ شحال نديرو اليوم؟ واش راح نديرو اليوم؟ نمسيو عليهم، مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. حنديرو معقودة. معقودة محبوبة المشاهير كما يقولوا. صحاب الغرب. وندير محنشة بالديول وحندير السحور تحلية بالبرتقال، هذيك معقودة حبيت ندير معها اون صوص بالخيار باردة هكا فخاش، شغل أولي تاكليها مع مايونيز زيتو، ديرو اون صوص بالياوخت ناتشو والخيار باردة شغل تنحي لنا على قلبنا مع هاد الصيام. يا درا اليوم البارح كان حاكمني غالبني رمضان على على المطلوع. ايه واليوم اليوم على بالي معقودة وقيل المعقودة. والله وانا جاي في الطريق قلت باللي نديرها كي نلحق للدار ندير اليوم معقودة. فوالا لهنايا نسحقوا بطاطا، انا عندي كيلو هي دو بريفيرونس المعقودة عندها بطاطا الحمراء ولا مقبل سومياكم هما شغل من الغربيتو تعرف لها، قالت لك بطاطا اللي تقعد لكم شغل قديمه في الدار ماشي كي تروحوا تشروها جديده تكون هذيك المدباله. فوالا هي اللي تصلح للمعقوده، انا ما لقيت لا الحمراء لا المدباله، شريتها بصح عندنا كالكو زاسيوس نمدوهم لهم باش ما تتحلهمش المعقوده. لهنا نغلوها دو بريفيرونس بالقشور باش ما تشربناش بزاف الماء، نقعدوا دائما نعسوا فيها غير يدخلها طياب النحوه ما نخلوهاش تشرب هذاك الماء بزاف. ويلا حبوا يفوروها يقطعوها قطع صغيره ويفوروها، كي نفوروها واش نديروا؟ نحلوا بابي ونقلبوا في ذاك بابي باش تنشف كامل من ماها. عندي كيلو تاع بطاطا، لهنايا عندي زوج سنينات ولا ثلاثه تاع الثوم، سا ديبون انا درت زوج سنينات لانهم كبار، هي تحب الثوم باش تجي من السما بالثوم. لهنايا عندي الفخوماج هذا يبقى اختياري، لا شابلوغ لهنايا ثاني ومن بعد نقول لكم اختياري، كاين اللي يقليها بلا شابلوغ والبيض اكيد ضحكي على الشابلوغ، لقيناها هنايا قبل يكون نحوسوا على الشابلوغ، قالت لي لا عندك الشابلوغ نديروا اسيس واحد اخرى، قلت لها عندي الشابلوغ بحثتها نعيمة على بالك كذبت جاني الضحكي بلا شابلوغ ما قلتهاش بلا شابلوغ نعيمة يا خي اقعد هكا تلويه في الساشيات وخبوه البلاكا. عندي لهنا شابلوغ ماشي ضرورية دو فاصون حنديروهم بها، عندي فخوماج تقدروا ديروه كم تقدروا تستغناو عليه، لهنايا عندي الفارينة الملح البيض هادي ما نقولكمش شنو بعدا نقول لكم وشنو لأنها داخلة في الكويز تروح مع لي زاسيز. فوالا لهنايا واش عندي؟ عندي الكمون، عندي شوية تاع كركم، شوية فلفل عكري
وشويه تاع زعفران باش تجيني من داخل كولوري. هادو يبقاو اختياري انا. كي سقسيت عليها كاين زوج، كاين يقول لك دير لها القرفه، وكاين اللي يدير لها الكمون نص مجويه تلمسان ايتو يديروا لها الكمون لانها مشتي بزاف قرب المغنيه والمغرب ايتو يديروا لها بزاف الكمون. ولكن لي سقسيت قالوا لي لي فغي يديروا لها القرفه، جو سي با يجاوبونا هما انتم واش ديروا لها. ما جو بونس با القرفه، على بالي بلي ملح فلفل الكحل كركم قرفه ما شكيتش. محسوب انا لا بلوبار قالوا لي الكمون، بصح اللي سقسيت قالت لي اللي فغي فغي يديروا القرفه، شغل عندها ان كو واحد اخر. انا في الدار نديرها بالكمون تولي تشمي شغل ريحه سردين مع الثوم اي تو شتي تجي بزاف بنينه. صح الثوم الثوم ثاني مهم. ونسحقوا بيان سيغ الزيت، هذا هو المقادير اللي نعرف وراني نوري. ايوا علاش لا لا وراه المشكل الحاجه تاع هذيك هاد الاطباق يعني معروفين ولا الاطباق يعني تاع الولايات هكذا مليح لما نشوفوا كيما نقولوا اهل الاختصاص الناس تاع هذيك الولايه يحكوا لنا عليهم. شوفي انا نعرفهم هكايا بصح نحب هكا نبش مثلا شغل باسكو هما اللي يعرفوا هذيك الحاجه شغل الاصليه ومن بعد الباقي يبقى اضافات. كاين اللي يديروا لها بصل هذاك الطويل كي يكون وقتو ويزيدوه لها، وكاين اللي يقول لك تندار غير بالثوم يسمى هي فيها بزاف الطرق. لهنا قلت لكم بطاطا طيب بالقشور ونقشروها. فوالا شوفوا هاد البطاطا ما تصلحش للمعقوده لانها شوفوا في الماء ديجا طارت قشرتها وحدها، دونك دو بريفيرونس تشرو البطاطا الحمراء. ولا من بعد نعطي لكم لاسوس اللي نديروها باش نصوفيو اوما الواحد يتشاها المعقوده ما يقعدش يستنى في بطاطا حمراء باش يدير المعقوده. فوالا كاين بعض المناطق اللي يقولوا لها سفيريه ثاني. سفيريه فوالا سفيريه البطاطا. سفيريه انتم ديروها بالخبز ديالك بالخبز فوالا اه. كاين اللي يقولها سفيريه البطاطا. اه لكن في كيما منطقه الاغواط والاخر هذه معقوده يقولوا لها سفيريه. وشكون اللي يقول لها المعقوده تاع الغرب سي صح؟ حنا في الغرب نقولوا لها. نقشرها هكا وهي هكا سخونه نحيها ونقشرها. فوالا شوفوا لهنا تقشرت وحدها. يلا كاين سؤال تفاعلي دائما اللي نذكركم به ونذكركم بالرقم الهاتف 03 27 92 94 في خدمتكم باش نستقبلوا اتصالاتكم. وسؤالنا تاع اليوم واش يقول؟ يا اخي انا ما نشوفش مليح. واش نديروا المعقوده باش ما تحلش في الزيت؟ يلا واش نديروا المعقوده باش ما تتحلش للزيت؟ راح نكون اليوم خلاص دخلوني في مجموعه الاشرار، يعني مش راح نعطيكم الاجابه ديراكتومون، مش راح نقول لكم لا ايه ولا لا لا، راح كي تجاوبوا فريق الاعداد هما اللي يكتبوا، اذا كانت اجابتكم صحيحه هما اللي يكتبوا اسماءاتكم. يلا الو الو. الو وين؟ اول مكالمه. مساء النور. مساء النور لاباس سمية؟ ولا غير الحمد لله وانتيا؟ الله لاباس الحمد لله. من عندك العيط مازال حتى اليوم. نعم؟ حتى اليوم بعيط لك. حتى اليوم؟ يعني من العام اللي فات وانا نعيط حتى لهذا العام. من العام اللي فات وانت تعيطي حتى اليوم باش حكمتي. مرحبا بك حبيبتي مرحبا. الله نعم؟ هاكم ملاح شفنا ديال لاباس. شفنا ديال كي لاباس وانتيا بخير؟ والله غلا لاباس الحمد لله عيشك ولا غلا لاباس الحمد لله يا رب. يلا يقولوا لي ام عبير من موزايا هكذا. ايه من موزايا ولايه بليده. الله يبارك مرحبا بك وصحه رمضانك و الله يسلمك. كيفاش مع رمضان؟ انا لاباس الحمد لله دمك ملاح. الحمد لله يا رب الحمد لله. كش ما حبيتي وصفه معنا ولا تشاركي ديالك؟ ما حبيت والو، راني نشوف راني نسيي حبيت نهضر معاكم هذا ما كان. ربي يخليك. يلا عندنا سؤال تفاعلي دائما نحطه، واللي يجيب الاجابه صحيحه عنده قسيمه شراء بقيمه 10000 دينار جزائري مهداة من الواحه. قولي لي تشاركي؟ ها ماشي اسمع. تشاركي معنا؟ ان شاء الله. يلا وشنو هي الماده اللي نضيفوها؟ شنو هو الحاجه اللي نضيفوها للمعقوده؟ تعرفي المعقوده؟ نعرفها المعقوده. يلا وشنو هي الحاجه اللي نضيفوها للمعقوده باش ما تتحللناش كي نقلوها؟ لا شابلو خبز اليابس. لا شابلو خبز اليابس. يلا هذه اجابه نخلوها فريق الاعداد هما دوك يكتبوا اسمك اذا كنت رابحه، واذا اخترتي ان شاء الله نتمنى انك تشاركي معنا مره واحده اخرى ان شاء الله. يلا بقي معنا الاخير. شكرا لك وصحه فطورك ان شاء الله. صحه فطوركم وربي يحفظكم ان شاء الله. شكرا حبيبتي مع السلامه. ربي يعينكم. صح يلا ناديه.
لهنا قشرت البطاطا ديالي لهنا بطاطا بالك وترحوها بالغوب وراح ادير لكم سلوكه والخيوط ما تصلح لكمش الاخر يا تعبزوها بالفرشيطه يا بداك لي كراس فيوغي ولازم تكون سخونه طيبتها بلا ملح دو بريفيرونس طيبوها بلا ملح علاش الملح يساعد باش تمتص لنا هذاك الماء دونك دو بريفيرونس نطيبوها بلا الملح ونديروا لها كي نكونوا نرحيو فيها نعبزها هكا سخونه كي تكون سخونه حتعبز لي فاسيلمون قلت لكم غير يدخلها طياب تنحوها بكري كنا نديروها بهذاك الرحيوة تاع اللي تحن حبها مازال انا عندي لانه نستعملها بزاف وحتي زعما وحده شابه اينوكس زعما مودا كسرت لي درت هكا كسرت حتى ماما وحده تاع بلاستيك 35000 انا حمرا نشيلها كي زعما دير فيها كيفاش تغوص تقول لي لا يفاصل لك على هذيك فوالا تعبزوها هنا سخونه قلنا النوعيه شوفوا مهما تكونوا بروفيسيونيل في المعقوده النوعيه تاع البطاطا هي اللي تلعب الدور في الاخر بصح مع الاخر راح نقول لكم يسمى الا قليتوا حبه ولا زود ولا تحلت لكم ماكوش حترموها نقول لكم لاسوس اللي راح نديروها باش ما تحلناش فوالا والمعقوده ماشي غير نخدمها نقليها تحب تريح هي شويه في الثلاجه قد ما ريحت في الثلاجه احسن مام قريت كاين اللي يخدموها هكا كميه يحطوا في كونجيلاتور كل يوم يجبدوا يقلوا ماشي كل يوم يخدموها يلا ثاني اتصال نستقبلوا مع بعض ناديه الو الو السلام عليكم وعليكم السلام صح رمضانك يسلمك يخليك شكون معايا انينه المغنيه أمينة المغنية كي راكي أمينة؟ لاباس الحمد لله صح رمضانك كل عام وانت بخير نسلم على الشيخ نادية قدامك الله يسلمك هذه غيبة أمينة أول مرة نسافر أول مرة عندنا متصلة مغنية وفية ثاني اسمها أمينة صح معلش نوجه لها تحية مرحبا بك إن شاء الله تكوني من الأوفياء يسلمك نسلم على الشيخ نادية راني فرحان اللي نعيط لكم يسلمك حالك شكرا نادية راهي دير في المعقوده راني نشوف ومادا بينا لما استقبلنا اتصال من الغرب انا مادا بيا تعطيني لاسيس على الغرب كيفاش دير انتم في مغنيه كيفاش ديروا المعقوده والله احنا عندنا عده طرق عندنا بزاف زعما كل واحد كيفاش يديرها كاين اللي ما يديرش فيها كاع لا شابلوغ وما تسدتلاش وكيف يدير فيها يدير فيها البرد ولا شابيغ ويفوتها في الفارينة. ولي زيبيس شنو ديرو؟ نديرو شوية كمون، شوية فلفلة كحلة، شوية كركم. يلا والسؤال تاع اليوم راه يقول لكم وشنو هي الحاجة اللي نديروها نزيدوها المعقودة باه ما تتحللناش في المقلة. والله نديرو خطرة لا شابيغ وخطرة نديرو البيض. الاغلبيه يديروا فيها يديروا فيها حبه بيض يديروها التريجيدان قبل ما نقليوها خابنا هذه هي الاجابه تاعك واه هذه هي يلا اقعدي معنا الاخير اذا كانت اجابتك صحيحه راح تفوزي بقسيمه شراء مهدات من الواحه للتسوق ان شاء الله شكرا لك حبيبتي نسلم عليك اخت سماش نقطه سماش نعم نكوتك سماش وي سماش احنا في مغنية عندنا سمات مضروبة هنايا. أنا سماش من الغرب صافي بالك. عندنا مضروبة هنايا نكوة سماش مغنية. بالك جو واحد هرب النار ساكن فما. لا بزاف بزاف. الله ما على بالي ما عنديش شك. بعدين نحييهم نحييهم بالمناسبة لا فامي سمات. ربي يخليك شكرا لك شكرا. يسلمك. شكرا مع صحيتي. شكرا حبيبتي مع السلامة وحفظك. حفطورك انت ثاني سلمك يخليك صحيتي يلا نتمنى الاخت تكون تجي معايا روحها عندي ان شاء الله يا ربي ولا ان شاء الله والله والله انا عطيت النمر نتاع البنات تكون تجي وعيطوا لي وروحوا ان شاء الله الله يبارك باسكو علاش ناس مغنيه كرام الله يبارك صحيت الله يحفظكم ربي يحفظك شكرا هيا السلامه ربي يخليكم صحة مع السلامه شكرا شكرا حبيبتي صحيح فطورك شكرا يلا نادين عاد نرجعوا للوصفه واش نديروا؟ خليني نعبز فيها برك حاولوا تعبزوها بشغل غير بكميه تقيله باش تعبز ما يقعدوناش هكاك البطاطا كوتل كوتل لانها جوست طابت نحيناها يسمى حتجيكم شويه صعيبه باش تعبزوها هلا وعبزوها سخونه هلا هنا كي يكون اكراس بيوغي تعبز احسن هكا بالفرشيطه لهنايا برك على لاسوس البيض يسمى راهو في الوصفه هو شغل اساسي تسمى البيض ما راهوش اسوس باش ما تتحلناش البيض اساسي في الوصفه هذه احنا حوسو استوز زعما ولا خسرت لك باش تصوبي البطاطا ديالك انا خايفه نحلها نقليها تولي لي لا بيغي في المقله
عطيتك كانت ثاني واش يلا سير. انت جبت واحده، انت قلتي واحده هي ثاني دوزيام صح. اللي قلتي لي عليها. اه ثاني صح. اه حنا نحسو اجابه واحده كاين زوج. شوفي هذيك شغل داخله في الوصفه. حنا نحسو زعما اسيوس الا شغل راطيتيها هكا كامل واش تزيدي مالافان باش تعاود تشد روحها. او قلبي ياكل فيها واش نعطيكم الاجابه الصحيحه واش يدينا باش تربحوا. حرشناها حنا. ديجا كاين ناس راحوا اليوم المقر تاع الشروق باش يدوا القاسمه تاع الشراء للناس اللي فازوا. فما تسناوش دوك نزيد ناكد برك هذه المعلومه باش نقولها. واش ما يتسنى؟ حتى نعيطوا لهم دوك نشوف مع زولي اسكو راهم يعيطوا لهم ولا يروحوا مباشره يدوا قسيمه الشراء باش ما غلطوش الناس. لا لا هنا عبست البطاطا واش ندير لها؟ ندير لها الملح. ديروا الملح ديروا كميه تاع فخوماج كما قالت السيده اللي عيطت دوكا قالت لك كل واحد كيفاش يديرها كاين اللي يدير لها الفخوماج كاين اللي ما يديرلهاش كل واحد واش يدير لها. حنا كي تعرفي نحبوا شويه حنا نحبوا البنانه بكري ما كانتش بالفرماج فوالا دوكا يزيدوا لها قد ما كما نقولوا نقذبوا لها قد ما تجي بنينه فوالا كي تكون سخونه شوفوا الفرماج راهو رايح يمشي فاسيلمون فيها ودرت لها الملح قلت لكم الملح ما تطيبوهاش به باش ما تشرب لكمش الماء بزاف فوالا لهنايا سميه حنا في الدار نديرو شغل ديك خوكات تاع بطاطا نحكمو بطاطا هكا نرحوها نديرو لها شويه فخوماج ونقلوها بلا شابلور ولا بالبيض هذيك ماشي معقوده شغل هذوك ديك خوكات تاع بطاطا معقوده كما كنا نحكو من قبل تجي شغل سوفلي لداخل شغل بيني كي تاكلي ثاني لا روتات مزيان ساهله دوك نروح نديرها فوالا لهنا ندير كميه تاع معدنوس خلو شويه للتزيين والثوم قلت لكم انا درت جوج سنينات ثوم في كيلو بطاطا لانه هذوك سنينات كانوا كبار الى صغار يديروا ثلاثه سنينات ولا اربعه لانها تحب الثوم تحب الثوم فوالا شويه زعفران باش تعطي لي لاكولوغ ما كثرش لانه الزعفران بزاف يلون لي لهنايا كنت حندير العكري عمالي ما جبتش زعفران فينالمون جبتو ندير شويه كركم والكمون وفلفل الكحل هنا راني نشوف باللي ما جبناش الفلفل اها فوالا يلا اتصال اخر نستقبلوا مع بعض نديا الو 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 مساء النور مساء الخير سميه واش راكي ولا غير لاباس الحمد لله حبيبتي وانت ولا غير لاباس الحمد لله واش راكم نتوما لاباس الحمد لله حبيبتي تاي شي صحه رمضانك الله يسلمك نتوما تاع صحة رمضانكم الله يسلمك شكون معنا؟ معك مريم بويرة مريم البويرة مرحبا بك مريم وكامل ناس البويرة يرحب بك الخير اختي يسلمك حبيبتي يلا قولي لي مريم كش ما حبيتك شو وصفة؟ ما كنشوفي انا نتبعكم نشوف الوصفة تاعكم اللي قادرة نديرهم نديرهم اللي ماشي قادرة الله غالب حبيبتي حبيبتي ربي يقدرك ان شاء الله ان شاء الله اختي كيفاش شفنا ديارك مليحة؟ لاباس الحمد لله وانت يا بخير؟ لاباس الحمد لله سوال عليك الحمد لله يا ربي الحمد لله يعطيك الصحة يعني الوصفة تاعك ما شاء الله الحمد لله يا ربي يسلمك كاش ماكي حابة شي حاجة جديدة ما نورمالمون هادو هما رانا نتبعو لا غير نحبو حاجة شكرا لك حبيبتي شكرا قولي لي تشاركي معنا بسؤال ان شاء الله يلا وشنو هي الحاجة اللي نضيفوها للمعقودة باش ما تفتحلناش نورمالمون نورمالمون المايزينا يلا نحتفظوا باجابتك واذا كنتي من الفائزين بقاي الاخير راح تفوزي بقسيمه شراء مده من الوحل تسوق بقيمه 10000 ان شاء الله سميه اختي سميه كي تلاقاي مع ساره سالي عليها شكون ساره؟ ساره رجل سونسا ساره رجل اي والله سالي عليها واش نقول كمفاجاه وكان زعما كمفاجاه نحطها ديريكتومون دوكا في البلاطو عبالك نموت عليها ونموت عليك الحاصل دائما نتبعكم امنيتي نشوفكم ليدر يعني شوفي شوفي حرقتي لي المفاجاه كنت حنديرها مفاجاه اليوم راهي ضيفتي ساره راح تشوفيها صافي اقعدي تبيع في الوشك حاله يلا بقاي معنا اقعدي تبيع في الوشك ان شاء الله ايام صحه فطوركم الله في روحكم يسلمك مع السلامة شكرا صح فطورك يلا كما قلنا
راح انا ماما تجي ساره تجي معانا بعد قليل. راهي ضيفتي اليوم في الو شيف، حبيت نعرضها من جلسه ونسى الو شيف، فرايحين تشوفوها معنا دوك تلحق تلتحق لينا للبلاطو ان شاء الله. نادية دائما قلنا الوصفة الأولى أو الطبق الرئيسي اليوم خيرتي المعقودة تكون حاضرة، درنا البطاطا غليناها، من الأحسن تكون قلنا البطاطا القديمة اللي عندكم في الدار ولا البطاطا الحمراء هكا باش تجي كيما نقولوا حنا في الغرب تجي معلكة. ليسونسيال ديك البطاطا جديدة. يلا المقادير راهم على الشاشة. قشرناها درناها بالفرشيطة، مرسناها بالفرشيطة، درنا لها لي زيبيس ملح فلفل كحل كركم زعفران كمون وكمون والمعدنوس. درتي لها البيض ولا مازال؟ مازال. نعم البيض حد حبيت ندير كي كان الاتصال. ودرنا لها فخوماج عبزناه شويه به، الفخوماج يبقى اختياري، حبه زوج ثلاثه يبقى اختياري، هاكو تعرفوا الفخوماج يزيد البنه. لهنايا لي بروفيسيونيل هكا في المعقوده يرموا زوج حبات بيض في الكيلو تاع الاخر، لكن حنا ماناش بروفيسيونيل، البطاطا تاعنا جديده ايتو من بروفيسيونيل تهرب لك صافي، لانه فوالا يروح يقول لك يروح النوع تاع البطاطا. في لهنا دربت حبه تاع بيض، مانيش حنديرها على مره، دربت حبه تاع بيض ونبدا نزيد غير بشويه. يا هلا يا هلا يا مرحبا، راهو لابس كيما انا وتحس كيفك؟ مرحبا نسلمك تعيشك صافي. حيت وحشتك والله ما مالو صافي الله يسلمك. صافي تهب لي انا نتشاف وانا نتشاف ونشوف القلوب عند بعضها. سبحان الله الله صحة. والله ما مالو كنت فاهمة وتخرج لا مقولة. صافي رمضانك مزيان؟ الحمد لله غير لاباس. صافي صافي ميرسي صافا انت كيف حالك؟ مليحة ولا غير لاباس الحمد لله. ما هذا التأخير داريا كي نجي انا وياك على 6 تاع الصباح نوض. شوفي المات ما حبش تمشي لي. لحقت لهنا سيت لاكار ديدونتيتي. الحمد لله. شوكة الحمد لله. هذو كانت معايا متصلة سارة كانت عيطت لي وحدة. كنت نسمع فيها في لاريجي. قالت لي مستقبلها كان حضر لك سارة تحضر معانا. الله يخليك تحياتي ليك ومس الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح تكونوا لاباس. صحة رمضان يكون صوموا في الصحة ولهنا صحة. طيب قلع الدماء انا مش كنا ما تفهمش معاها تدخل. مساء الورد، مساء الياسمين، مساء الحقود ديماري. لا ديماري ما تحبش الشعر كشامة تبعت لك طاقة ايجابية قبل. الله اليوم عرضت من سمية الكوزين تاعها هي ونادية الو شيف. اسمحي لك ديري المعقول. انا ماما نقعد ليك ها واليوم نديروا لها فرط تجريبي نشوفوها لا طيب ولا ما طيبش. لا طيب شفتها نادية مش تاعك ستوري ستوري هذاك مخدوم. قولي لي هذيك علاش عندك هذيك علاش لبستها. قولي لي قولي لي واش رايك في طواجني؟ هذاك جايبتها كي شتا تفور هذيك لا كونتيتي تاع الطعام عرفت باللي صدقوني مشاهدينا الكرام ما كانش عندها ما بيعنا صعب راه اللي ما طيبش كي كوطا في الدار غير كيما جراتها. وعندها شحال عندك زوج سبع سنين؟ خمس سنين ما عندهاش كي كوطا. هذه مرة طيبة ماشي شغل احنا غير في بيرسون وما نطيبش حتى يستعمل لي معليش لو كان كي كوطا صغيرة يا اختي بوزلف يحب كي كوطا اللحم يحب كي بوزلف نفس عندها جوزتي الله يطول في عمرها ان شاء الله. تكلم على جوزتك تحية ليها متتبعين الاوفياء لهذا البرنامج برنامج الو شيف. هاي تشوف فينا اليوم؟ هاي تشوف فينا بيان سور. تحية ليها كبيرة يما رتيبة ان شاء الله تكوني مليحة وتكوني لاباس. هاي تكوني اياها ثاني نحبها وفي تدخلي ما جاتش سمية اليوم وش بها عيطي لها سقسي عليها. تحياتنا ليها وتحية للوالدة تاعك كذلك نتمنى لها صحة رمضانها بيطول في عمرها ان شاء الله. زوج ديالك صديقي امين كذلك تحيه ليه كبيره. وكيفاش مع رمضان؟ حاضر ناظر دائما هما هما وراء الكواليس. كيفاش مع رمضان صار؟ والله غير سافا الحمد لله. هاني نبريكولي نسلك راسي. طيبتي البارح؟ البارح درت كبده مشرمله ودرت واسمه جلبانه قرنوز. هاني تفكرت سمية واش طيبتي البارح؟ واش طيبت انا البارح؟ كاع كنا حاصلين في دوزيام بلا هذاك لا عندك البارح درت وسمو درت لي كيش قلت لك جبت لاباط فايتي كانت عندي درت لي كيش معمرين بالدجاج وبزاف بنان ودرت اللحم غلقت عليه في الكيكوطه انا غير دوك يقول لك هذه لبس عليها طيب غير اللحم. والله درت اللحم البارح هي ماشي اللي زيدي ليها ربو شغل ما ناكلوش
يعني ما تخمي هذاك لا واحد ما ياكلش الخضره واحد ما ياكلش البطاطا واحد ما ياكلش هذه ما تقعدي تخمي واش ياكلوه كامل سي بوغ سا تحط ليه في لي زيت. هاي تعرفي المعقودة سكتي فرش فوجائي المعقودة وشي مقادير المعقودة سيداتي ونعطي قاسمة الشراء يمكن سكتي وشي صرالي قاسمة الشراء هي عشرة آلاف نعطيك 20,000 هيا هنايا بزاف استنى ما رزقكيش خطرياتها ونعطيك صعب بالك تعرفها عندنا لاباس البطاطا نعرفها ونحبها ديريها انت فاينه ولا شابلوغ ما تبدايش تديريها ما ديري لها قلنا لا لا هنايا في لانكيديون عندنا حباب بيض البطاطا معدنوس الثوم الملح فلفل الكحل درت لها كركم جو بونس كركم وزعفران كركم وزعفران خلاص شيف خوماج على حساب الامكانيات سيداتي جيبي غير ولا جيبي انا لهنا ما درت لها لا كارينا لا لا شابلور كنت نحكي لهم شغل هي النوعيه تاع البطاطا هي اللي تتحكم في هذه المعقوده زعما حنا حبينا نلعبوها بروفيسيونيل ما نديرو لها والو هي الحبه تاع البيض حنا كنقولوا كي نديرو لها البيض تحلنا كونطرا هو هي الحبه تاع البيض كي نديروها اللي تشد لنا المعقوده تاعنا لا فغي غوسيت سي هادو الاضافات اللي نزيدوهم حنا شابلور وفارينا ايتو اون كات خسرنا المعقوده تاعنا فوالا باش نشدوها لانه البطاطا كي تدخل في الماء راح تشرب الماء بعد غير نديروها في الزيت تتحل لنا مع داك الماء اللي فيها دونك هادو هما العفايس يخلوا المعقودات تاعنا تتحل لهنايا كان عندكم الوقت انا لهنا في الكيلو هذايا جي بريفيري ما نكثرش البيض درت حبه وما كملتهاش فوالا قلت لكم لي بروفيسيونيل وعندها الوقت حديرها توت لا جورني في الفريجيدار تريح ولا في كونجيلاتور ديروا زوج حبات بيض حنا لهنا المعقوده السر تاعها كي تاكلوها برا ولا كي تروحوا للغرب ناكلوها تجينا خفيفه شغل ان سوفلي هو السر تاعها في البيض الداخل ما لازمش ناكلو شغل كروكيت تاع بطاطا لازمنا هذاك البيض كي ناكلوه تحسوا كي تاكلي في بينيه تاع بطاطا ماشي طول حاجه خفيفه ماشي بطاطا مغليه نقلوها ون فهمتي علمتي تعرفها علمتي تعرفها انا تاع بلادي هذه سهله لهنا نحكموا الماء نشمخوا يدينا ونخدموا هكايا نديروها في الفريجيدار اللي على الاقل ساعه كونجيلاتور تشد روحها قد ما تشد روحها هذاك الماء والبطاطا تعاود تشد روحها قد ما تنجح لكم الوصفه ما تحلكمش في المقله فوالا نجيب صحن واحد اخر سهلي يلا ديما نعرف الديطاهي يدي ونعاونك ها هاي وين توصل يديك يا ترى كوزينتنا عجبتك ما شاء الله لا لا تهبل شوفوا كيفاش شكلتها على هذا الشكل كوريات معقوله من حباس كبيره شغل موايان وشويه خشينه ماشي في الغرب يديروها هكا صغيره والله انا نديرها هكا كان كليتها صغيره في الغرب على بيها يديروها كبيره كاين اتصال معنا هاي نتقبلوا اتصال مع بعض الو 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 بخير الو مساء النور واش راكي لاباس الحمد لله صحه رمضانك الله يسلمك انت زاده الله يسلمك شكون معايا احلام برتوتة احلام مرحبا بك يسلمك يلا احلام كي تشاهدي فينا وتتبعي وحيا دائما تعاودي لي غوسي توجو على الوحده يلا انا دائما نقول هذا السؤال بعد نقول سؤال تافه ما كاينش مرايه ما تشوفش الو شاف جاي يشوفوا هذا البرنامج واليوم عيطت على جلفارة يا عادتي تشيك شحن حاول يا صديقي بس عملي بالخبز على بالي سكتوا وقيلا جينا يتبل مع رمضان مرحبا الله مش راكي زينة لاباسك مليحة لا غير لاباس الحمد لله كل مرة نبعث لك في الانستغرام ما تريبوندي ليش لي ما كيريبوندي في لي التليفون هنا عندي زهر اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي اسمحي لي شوفي الاف الرسائل يوميا والله غير على بالي معاهم باش نجاوب الله غالب على بالي كل اللي يقولوا لي قولي لسارة قولي قلت لهم اللي يحب يقولها يقولها هي ديريكت على هنا تبعتوا لي باش نقول لها ما ديريش عليها ايه صح ما تبعيش سمية ما تبعيهاش ها اليوم عندي الزهر واني لقيتها هنايا هاي هضرت معك لايف خير من انستغرام بالكتيبه قولي لي اسمك وعد غير نخرج دوكا نبعث لك ميساج هكا غير بعثوا لها لقات لك اسمك هيا اوكي سي كوني بدخل زوري قولي زوري اسمك في انستغرام وشنو واش طيبتي اليوم احكي لنا واش طيبت لك مازال ما دخلتش الكوزينه مازال ما دخلتش ثلاثه ما ندخلوش دوكا واش راكي دايره المينو في راسك باذنجان في الكوشه هذاك الوسط مقلي مقلي باذنجان مقلي تاكو منه مقلية بنين انا نحبو باذنجان ارواحكي معروضة ارواحي الله يخليك تسمى غير سارة معروضة لا انا معروضين كامل تسمى ما تحبينيش انا
لا لا يا حاكي ما نحبكش فيا، شكون نحب؟ انت اللي راكي منوره الشاشه هكا هكا ما تخلوهاش زعما نجيبها ديري بلاصتك دو المديره رايها تجيب صالح. يلا حبيبتي كاين سؤال تفاعلي كنت مديته، قلت اذا وشنو هي لاستوس اللي ولا الماده اللي نضيفوها للمعقوده باه تشد روحها في المقله ما تفتح لناش، شنو هي؟ المايزينا. يلا احتفظوا باجابتك، اذا كانت اجابتك صحيحه راح تفوزي بقسيمه شراء مهدات من الواحه للتسوق ب 10000 دينار جزائري. ان شاء الله يعطيك الصحه. صحه فطورك العذراء. شكرا لك. صحه فطورك. الله يسلمك. الله الله كان جيتو عندي في الدار هكا طيبوا لي وانا ناكل. انا قلت لكم ما انا شاطره غير في الماعن. انا دائما نبغي غير اللي تخلي الماعن. انا طيب اذا ما عنديش مشكل ما نحبش الماعن كيما انا شفت فيني نغسل لك الحيطه نقي لك التواقي نغسل لك الميناجمنت النقا تاعي ما تزيدش تعاودي مورا. صح طيب كان قال لي طيب لي. شوفي انا ما خسرتش بزاف يا جوستين شكريني ولا يا يما تشكريني. انا ما خسرتش بزاف ما عندي حياتي بصح ما نحبهمش من بكري. شوفي نطيب نخدي لك الصحة يا جماعة. صار كيفاش كتقسمي وقتك؟ شوفي الصباح ما نقولكمش راني نوضع 8 عارفك كاش منها هذي سورتو كي ما يكونش عندي خدمة زعما الصباح ما نوضش بكري نوض لحتى شونات هكذاك هاك تعرفي تبداي شوية شغل شوية تخمال شوية سياق شوية 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 ومن بعد كي نعيط لراجلي نهبلو شوية في التليفون جيب لي هذي نسيت هذي بخا حنا نساو الثلاثة الأخرى. انا ندخل الكوزينه هكا 3 ونص ومن داك يكون عندي طياب ولا ندخل مول العصر على 5 ندير غير حاجه خفيفه طيب لي تمتم باسكو حنا مانيش غاشي بزاف تما بيفين فريها. شاطره شاطره بنتنا شاطره بنتنا شاطره ما نحافظش عليها. ناديه واش كديري باش نخرج فاصل تما لهنا يا المعقوده كاين اللي يقليها هكا كاين اللي رمدها غير في الفارينه كاين اللي رمدها بيض وفارينه وشابليور. نحب شابليور انا نحب شابليور باش تجيني مقرمشه صح شغل مع رمضان تجي ثقيله شويه جو بريفير فارينه برك لا شابليور تقلها شويه مي يبقى لهم الاختيار. انا لهنا جبت لا شابليور نحبوا نقلوا شويه بلا شابليور نحبوا شويه بالفارينه لي بروفيسيونيل زعما هذوك اللي يبيعوها برا هكا كيما راهي يقلوها باش تجي شغل بنيه. هذا هو فوالا لازم يكون نقليها لكم مشاهدينا تشوفوا ما شاء الله باللي بروفيسيونيل. هيا خلاص انا مالينش افيك ليزير نحب غير كاش واحد ياذن لي مالي. واش درت انايا لهنايا؟ قريت هبل درت حبه بيض وشويه فارينه شغل حنخدم اباغي هكايا ابيني نرمد فيهم المعقوده تاعي ونقليهم تجيني خفيفه احسن من الفلا شابليو. كوم نقدر هكا فارينه وبيض درت فارينه واحد زوج ملاعق ولا ثلاثه زوج حبات بيض لي زيبيس اللي درتهم هنايا درتهم هنايا نحب نزيد شويه معدنوس نزيدو لكن انا ما نحبش نزيدو نخافو يتحرق لي يقعد وتشوك حل مع الاخر. هذا ما كان ولا تيكستور حنا نتحكموا فيها نزيدوا الفارينه حتى تجينا هكا تيكستور ماشي ثقيله ماشي خفيفه. هذه يلا حنا مضطرين انه نخرجوا فاصل اشهاري راح نجيبوا شويه دراهم ونعاودوا نوريكم. يلا عاودنا ولينا مشاهدينا الكرام دائما متواصلين الشيف راه يدير بوليتيك مع نعيمه ف يلا الوصفه الناس اللي ربما هذا يلتحقوا بنا اكيد نرحبوا بهم نقولوا لهم انه الطبق الرئيسي تاعنا نهار اليوم كان المعقوده ما فاتكمش بزاف صارت عاودي لنا الوصفه. شوفي سيدتي فيها البطاطا غليها درت لها الثوم والكركم والفلفل الكحل والملح وبيض وفي غرام يزير وطميها وشويه زعفران. هذا اليوم شوف فرونسي اختي تاع الشيف كاع عربيه احنا. والبيض ديري عينك هي ميزانك حتى تشوفيه مطم قالت لك لازم تجيك اون ديغي سوفلي كيما السوفلي تاكلي هكا خفيف سيداتي وزيدي لها المعدنوس نورمال ما نسيت والو. شحال 10 حيت كاع انت تغنى هذاك الروتور هاي الكاميرا تحت. تي مهما تكوني والفتي تورناجي تو كي تجيك عفسه جديده. انا كي نروح تشفيتي نعاود جلسه ونسى قاعده نقول لهم عام نهضر وين نهضر شغل جاوي تورناج مهما تكوني تورناج كي تروحي العفسه جديده عليك تجيك والله حسيت تورناج اليوم جيت ميته بالفرحه قولي ولا من فضلكم طالب الى اذاعه الشموع رجعوني ولا خلوا ساره في بلاصتي هذا رمضان لازم نخدم كل يوم انا خلوني نقعد لاطيتين طوالة معليش لا ولا غير نخدم بلا لاطي وانت تديها وش رايك؟ مدير الانتاج حسني مفرجه. الو الو. يلا قلتي درتي هذاك الخليط اللي راح ترمزي فيه هذوك المعقوده. فارينه. باش تروح لي.
الفرينه وبيض ولي زيبيس لي درتهم في معقوده نديرهم فيها باش تجيني بنينه ما تجيش صامطه الفرينه ديالي. لهنايا كاين حبات اللي خدمتهم قبل، شوفوا حنسيو لكم اللي درناها في الثلاجه وحنسيو لكم اللي خدمناها دوك. هذه تقدر تتحل تقدر ما تتحلش. ما تتحلش ما تتحلش. والبطاطا شويه جاتني مايها، شتيها كيفاش الزيت برك سخنة. الزيت لازم يكون سخون ولازم تعوم في الزيت، ماشي كميه قليله تاع الزيت. فوالا هذه خدمناها من قبل. نعم. يعني هي راهي تخير من دوكا في الغرب تاعها. فوالا. نجيب لهنا لافارين. سيداتي الزيت لازم تسخن مليح. مليح داوز ترك فوالا. شغل لازم الزيت كيما نقولوا شغل يخطفها باش ما تحلش، لانه كان يكون زيت بارد تقعد هي تطلق في روحها تطلق في روحها حتحلنا، دونك الزيت يكون سخون يخطفها تمتم تشد روحها. فوالا. لهنايا قلنا نحبوا نديروهم غير هكا، نحبوا نص نديروهم بلا شابليغ. انت تحبي شابليغ؟ انا نحب الشابليغ. نديرو فيها شابليغ شويه. نديهم معايا كي نجي رايحه. هيا اوكي. على شابليغ. زيد شويه تاع الزيت. سارة انتي جيتي اليوم لبيتي كما يقولوا الدعوه تاعي وجيتي هنا، بصح انا دايرت لك مفاجاه. ايه. عندك واحد الاتصال. ايه. مفاجاه. ايه. شوفي شكون انت تستقبليه. قولي لي وراه وحدايا. لا لا راجلك راهو هنا. اكيد ضامنات وراه هنا. مايا بارازاغ. يلا خليك تستقبلي المكالمه ساره. الو. الو السلام عليكم. الو. مساء الورد وش راكي؟ مرحبا بكم. كيف راكم؟ وش راكي بنتي لاباس؟ ولا غير لاباس يما ويا هذه يا عرفتها هذه عجوزتي ما بالما وش راكي يما لاباس؟ انا يماك انا يماك ماشي غير عجوزتك انت يا بنتي. الله يخليك الله يخليك يا عمري. هاي السمية يما، هاي السمية ما جاتش، هاي ما بانتش، هاي سمية حبيبتي مساء النور. وش راكي؟ بحرم دارك. بحرم دارك. كل عام وانتي بخير ان شاء الله. الله يسلمك في حياتك وحياة نيمتك ان شاء الله. ان شاء الله. انا فرحانة كي هدرت معاك. والله تقولي لي تغري فرحانة يعني في حياتك. ربي يخليك. شوفي انا اللي فرحانة اكثر لانه ماشي يعني كما يقولوا انا صايمين وانا في رمضان. تلمو سارة تهدر بك في الخير وتقول لي ماشي عجوزتي يما وتحكي لي واش ديري لها واش كاين معاها وكامل، فحبيتك بلا ما نعرفك. وتقول لي تحبك. وتقول لي لما تغيبي من علوشة تجي تقول لي ايش فيها سمية ما جاتش اليوم. طلي عيطي لها. اي والله صح متوحشك متوحشك وقلب شروق بلا سمية ماشي. انا مداري نجي عند الباب على 6 تاع الصباح راني خاطر واحد دخلي تشربي قهوة عند عجوزتي. اي عند 6 تاع الصباح راهي على ربي يحفظك ويطول في عمرك. الله يسلمك بنتي وربي يحفظك كي جانيتي ان شاء الله وربي يطول في عمرك ويفرحك ان شاء الله. ان شاء الله. ويطول في عمر بنتك. واش راكي ناديه لاباس؟ لاباس وانت بخير؟ يما تعرفكم كاع؟ الحمد لله. الحمد لله يعيشك. الحمد لله بصحة رمضانك. يعيشك رمضانك. بصحة ولهنا ان شاء الله. رمضانك بالصحة كل عام وانت بخير ان شاء الله. الله يسلمك بنتي. قولي لي كيفاش معاك سارة؟ ناديه. انعم؟ انعم؟ قلت لك راني فرحانة كي هدرت معاك شاف ناديه. وانتيا نحبك ونعزك ونتبعك ما كاش. الله يسلمك. في حق الوحده نقعد قدام لاتيلي. اه لازم تحكيها. كي كنت جايه اليوم حكيت لهم باللي راني جايه اليوم، قالت لي ايه حال حجوزي معنا ديال اليوم. اه صافا. على بالها. على بالها. انا فرحانه اني مشهوره. على بالها. ربي يحفظك ان شاء الله ويطول في عمرك ان شاء الله. الله يسلمك عزيزتي. يسلمك. وش راكم؟ صافاكم؟ ملاح مع رمضان؟ والله الحمد لله. قولي لي كيفاش ساره مع رمضان؟ يغلبها شويه ولا ما يغلبهاش؟ وانا يا عروستي شطره ما يغلبهاش رمضان، شطره تنوض تطيب تطيب تغسل الماء تعاودني ودير كل شيء. وشوفي بياتي هذا رمضان راني معروضه من اول يوم تاع رمضان وانا عندها. ايه والله ما تفطرش وحدها يا شيخي. قالتلي كي الشيخ الحق قالتلي باباها راشد. الله يبارك. شوفي انت انسانه طيبه ربي رزقك بانسانه كما ساره ما شاء الله. والله يعني الله يخليك لينا ان شاء الله ويطول في عمرك ويعطيك صحتك ان شاء الله يا ربي. هي خلوقه مربيه الحمد لله متعلمه وين كان بها تجيب حقها. يما اليوم كان يقول عجوز الساره. يلا يلا قولي لا تورينكم حلة يدها، قولي لا تورينكم حلة يدها. طاطا انا قلت لكم انا قولي لا توريكم حلة يدها. طاطا اليوم الدعوه قولي لي في التراويح وشنو هي؟ كثر. نعم. اليوم الدعوه اللي يدعوها المشاهدين في التراويح وشنو هي؟
ان شاء الله ربي يرزقها الدريه صالحه. يا ربي يعطينا جوزها كيما جوز الصار. ان شاء الله ربي يرزقها الدريه صالحه. لا 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 ولا ما سلكتيش تخرجي على خير. ان شاء الله ربي يرزقها بالدريه الصالحه وتفرحي بها ان شاء الله. يا ان شاء الله ويديروها واش راهي دايره هي فيا انايا و الحمد لله. هي عينيه نحبها ونموت عليها. يا عمري الحمد لله الحمد لله. ربي يخليكم بعدكم ان شاء الله. عمرك ان شاء الله يا ربي الله يخليك. باي باي يما نتلاقاو من بعد شويه. تعيشي وصحة فطورك كيفكم بعد. راح نبعث لك معاك السيريه نبعث لك شويه وصيبنا. شكرا. بيزو. مع السلامة. شكرا. مع السلامة. يا الله ربي يحفظها لك ان شاء الله. ويوسع معها الزيت خليتي تسخن. خليت يديك بدات من الدور. يما شتي هاني الزيت راح فيها صبري مسكت يدي. ربي يحفظها لك ان شاء الله. وي كتبي اسماء تفتح بزوري نسيت باش نسقسيها على السؤال. ان شاء الله علاش لا على بالك تكون معنا رابحه. كتبي اسمها زوري فاطمة الزهراء السلوس مسؤولة اعداد هذا البرنامج. اللي راهي حاضره معنا راهي في الكونترول كتبي اسمها وراهي تكتب في اسماءاتكم. اسمها رتيبه نو رتيبه طاطا رتيبه حبيتي تنقصي ولا زيدي نقصلو شويه هذا يلا الوصفه ونلحقنا ناديه مازال انا غير مع السيريه كنت وجدت لافاخ تاع الحنشه لو طون لافال اللي كان لافاخ هذه ايكونوميك بالكاوكاو والناس ماشي كامل تقدر دير باللوز ايتو اللوز كامل نعرفوه نشروه نرحوه نديرو له السكر ونديروه هذه واش فيها 3 كيلات تاع كاوكاو نص كيلة سكر لاسوس تاع ليسي كاغ المحنشه ايتو ما ديرو لهمش بزاف السكر ما يجيوش داخل كراميزي نعم نسيت نقليها اي حبه سخون هذيك جديده ولا جديده جديده بسم الله شد شد روحها كان درتي زوج فراشط باش ما ترفدلكش هذيك لا السوساني تاعها ما نقلبوهاش تمتم نخلوها حتى تحمر فوالا تشد روحها شويه باش ها شوفوا دارت لها رجلي السفيريه دارت رجلي قلت هذا القروب تاع البيض البيض نورمال كما قطرتيهاش بزاف تقدري تنحيه ولا كي راهي طيب نورمال لا لا تاع كي رفدت بالمغرف ما رفدتش بالفرشيطه داكوغ اه فعلاً لا نورمال يتنحى المهم اكتشفنا بلي ما حاش تبحل فوالا هذه هي لهنايا قدكم الحشو تاع المحنشه 3 كيلات كاوكاو وزوج ملاعق نواط كوكو سي نرحيه باش يتلم لي نواط كوكو حيغلب لي ديك الريحه تاع الكاكاو اللي ما نحبوهاش حتجي بزاف الطعم تاعو مليح شويه مبشور ليمون فانيلا قرفه ولميتها بالماء زهر هاكي سميه نقيتي راه عامليه انا زيد قبل عليها كي نقصنا له ورايح يبرد تفضلي ساره درتيها ديريكتومون في البيض ورميتها؟ حبيتي ديري البيض ولا شابلوغ؟ نديروها بيض هذه جديدة قلت نديروها بيض وشابلوغ وهذه اللي درتها الصباح ودرتها خلينا حنا نديرو يا اختي دوك اليوم رانا زوج رانا انا قلت لهم خلينا نشوفوا اللي نعرفوا خلينا يقول لك غير الشاب لا لا على بالي بديت تعرفوا ما عنديش شك قلت هذه جديدة نديروها بلا شابلوغ بيض او شابلوغ وهذه اللي شدت روحها شويه في الثلاجه نديروها غير بيض وفارينة نسيو حبه بلا بيض نعطو لهم كامل لي زاسيوس نسيو حبه لا فارينة لا والو كيما يديروها المحلات نسيو نحلو الحانوت تاع سفيريه اليوم هلا قدكم لهنايا لميتو بالماء زهر ودرت له ملعقه مارغرين ماني باش الحشو كي يطيب ما يبسلناش باسكو حتى تقلى يولي كراميل هذيك الملعقه تاع مارغرين راهي رايحه تعاونوا باش ما باسكو فيه السكر شغل يبس هذه هي لهنا نسحق الديول جدد المحنشه ما يحبوش يخدموها لانه الديول يتكسروا كي يكونوا نروليو فيها لازم لا تعرفوا كش وحده تخدمهم لكم فداك النهار اللي حتخدموا فيه المحنشه وكاين اسيوز دوك نوريها لهم الا شراو هذيك تاع برا ولا يخافوهم يفوروهم تفويره هكا خفيفه برك ونرولي نوجد المحنشه ديالي لا تعرفوا مرات تخدمهم لكم غير تخدمهم لكم روحوا روليوهم انا عندي جيران شوفوا نعرفهم عندي عامين فقط نعمه الجيران ما شاء الله قلت لها نسحق محنشه دارتها لي تعرفي انا راقده مازالني راقده 8 غير دقيقه رجلها طبطب لي في الدار اللي بعثت لي من تمنه
هذيك جارتي وحده اخرى فوالا. قلت لك جيران يعني جدد ماشي حبيبي يوصل لي الجيران يديروا ها باش دقوا عليا مع المغرب نجيبوا لي مكان انا عارف فينا الجيران ولا غير نعمه الناس يا ساره بوغتو امين برك ملي سكننا جدد ماشي قال الجيران تاع عمر ولا ما شاء الله عليهم نوجه لهم كامل التحيه. ايوا الجيران اليوم بعثوا لي مطلوح فوالا. قلت لكم 8 غير دقيقه انا مازال راقده بعثتهم لي هكا كسكورين وقالتهم لي في ساشي نوجه لها تحيه سيده ام لوجين. شوفي شوفي عشتي جديده هذه ايه جديده اه قلت تشد روحها شفتها كما قالت لنا الشوميه اليوم ما نديروش السفيريه. انا تعجبني كي ندير هذاك لاباغي شغل عادي خير دير واحد القشره من الفوق تجي بزاف بنينه الا فاتي لا يعني لا حبيت نسقسيك حاجه ناديه كان بروفيتي لوكازيون. شوفي انا عندي مشكل في صوص بلانش ايه الحمراء نطيبها نورمال داكور ياك دونك انا سكي قديه وحنا في الشرق شتي نطيبوا بزاف الاحمر ما نديروش بزاف مرقه بيضاء. مرقه بيضاء المرقه البيضاء ايه كل مره وزهري نهار تجيني بنينه عسل نهار تجيني شويه سانطا نهار تجيني بلا كولور تاعها مازالها بيضاء نهار تجيني لا كولور تاعها شويه فونسي ما فهمتش المشكل وين راه اسكو كيقل لي زعما البصل بزاف ولا ما شوفي في المرقه البيضاء ما يتقلاش بزاف ماشي كيما المرقه الحمراء نقلو حتى بخال كيف كاراميليزا المرقه البيضاء غير يتقلى شويه ديروه باش ما تجيكش كحله فلفل فلفل في الكحل ديري ملعقه صغيره تاع فارينه هذاك فلفل الكحل خلطيه مع ملعقه تاع فارينه وقلي به هذيك فارينه حتعاون لك لاصوص تجيك عقده تجيك بنينه اون بليس ما تجيش كحله ونكثروا لها البصل باغابوغ وما نقلوهاش بزاف حتى شويه ما نقلوهاش وتكثري لها البصل باش تجيك عاقله وتجي بنينه. نعملوا البصل خير دو بريفيرونس ايه يلا زيدي واش حبيتي تقصي وتاع الرشطه زيدي لي تاع الرشطه تاع الرشطه كيما تاع الطعام مرقه بيضاء انا نعرفي معاها اللفت عطيت لك هاد لاستيس عطيتها لك جلسه ونسى صح. شوفي راكي معاه اللفت ورمي حبه بصل كامله حبه اللفت كامله يطيبوا مسكرفجه ولا وحده سكرفجيه مع البصل وقليه اه. ورمي حبه بصل كامله وحبه اللفت كامله كي طيب المرقه تاعك تاع الرشطه حكمي هذيك الحبه تاع البصل كامله وحبه اللفت كامله ديري لهم الوش تاع مرقه وميكسيهم تبياض لك هذيك المرقه ترميها وتعقد تجي بزاف صوص الاسرار كاع راه من قالوا شاف وانا يا والرشته تاعك شمخيها بال ما تشمخيهاش بالماء بالمرقه اللي طابت فيها الرشته شطبها تما لازم المرقه تجي كونتيتي بصح شوفي لي الكاس تاع هذه مانيش نشوف مليح عمري حتقولي لي عاونيني حنقول لك ساره نزيد انا اختي اليوم نروح انا غير مالا ما راني غير هاوليك شوف هذا على بالي بلي مانيش نشوف فوق قلت لك شوفي انت في بلاصتي يا اخي انا نقول ماما ماما وري ديك الحاجه ما نلقاهاش روح ماما تلقاهاش نخبي راسي فوالا حنفور لهنايا الورقه تاع الديول باش نوريكم بلي ما تتقطعش بزاف تخدم بزاف نقصوها بزاف وي عشان نقتلو حلقه رائعه اليوم جات خفيفه امبيونس وي ميم لي بلا خفاف شغل نقدروا نكثروا ولا اخر لهنايا نستناو الماء برك يسخن نفور الديول ونوريكم كيفاش نخدموها باش ما يتكثروا لكم ميم هكا جدد تفوريهم دوك نسيلهم حبه هكا وهكا هما كي يكونوا جدد غير تجيبهم لك اللي يخدموا الحم حنشا كوموند يفوروا لان لما راح تخدمي 200 ولا 300 حبه مش حتخدم لك 300 ورقه تاع ديول سخونين هكاك يحطوا دائما قدروا في الكاس قدامهم واحد يفور وواحد يخدم ساره بلا عقل ها عجبتك قول حبه العين هذه اوكي سخونه بزاف هي سخونه بزاف انا نقتلو صافي شوفوا هو يكون الزيت سخون وبعد نقصوا له ماشي نقصوا له كامل باش ما تحلناش وماشي نزيدوا له باش ما يتحرقناش فوالا هذه لهنا سحق لي في غدا وشويه تاع فارينه وما كيما قلت لكم البارح باش نلصقوا هذوك المحنشات ديالنا يلا قلنا تحبي المحنشه ساره خلينا نموت عليها انا نحب كلش الماكله كاع نحبها صح انا شكون اللي مكلفين تاع جلسه وانت هما كامل كامل تاع كرشون انا حق الطمر نجوع كاين هناء اللي نوجهوا لها تحيه راه في فرنسا اكيد راهي تشاهد فينا اليوم البارح كنت هضرت تبعث لنا لي فوكال ساره كي نكونوا تورناج سمية اللي كتقول لي الرعب صح هي ما تساعدهاش نجيبوها في الفطار هي عندنا تورناج مازال ما كملناش
جحم بوك حطونا الماكله باغي نكملوا نروحوا ناكلوا لازم قبل ما نخرجوا نكملوا هذيك الحلقه لازم الماكله تكون وجدت هذه هي انا كنجوع لازم ناكل لازم القاطع دائما من التنين شويه فلاش فلوغ ولا اي جوست ما قلت لك نديرو ندنيه له هيك لو طون جديد فوالا هذه هي نغسلوا شويه نغسل هذيك النار ردوا بالكم بركم المقله يلا نحنش قلنا درنا هنا بالكوكب في البيت داك البيض اللي حبيتي ديرك شابيو كاين اتصال البيض خبش تشد لنا شويه بيض وشابيو غادي شابا يلا كاين اتصال تقبلوا مع بعض الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام صحه رمضانك الله يسلمك معك فاطمه من بليده مرحبا بك فاطمه في منس بليده اي يسلمكم يلا كتشاهدي فينا فاطمه الاول بغيت نشارك في السؤال يلا تفضلي وشنو هو المكون من ديكور المعقوده المايزينا المايزينا يلا نحتفظوا باجابتك اذا كانت صحيحه راح تكوني من ضمن يعني في السحب وتفوزي بقسيمة الشراء ان شاء الله بغيت نهضر مع الشيف ناديا اكيد تفضلي الشيف ناديا مساء النور مساء النور واش راكي الشيف ناديا لاباس صافا وانتي بخير والله غير الحمد لله الحمد لله يا ربي اكي ابدعتينا بالوصفات تاعك يسلمك يسلمك ان شاء الله مزيد ان شاء الله في الحصص القادمه ان شاء الله يا ربي في حياتكم ان شاء الله ان شاء الله تعيش ربي يحفظكم ايا صحه رمضانكم صحه فطوركم شكرا لك حبيبتي صحه فطورك سلمينا على العائله صحه سلامه مع السلامه شكرا يلا وراكم لاحقين انا نحب نشوف غير صار نحب ندير لك ستوري هكاك هلا لهنايا المحنشه نستناو الاخر تاعها يذوب من داك الوقت واش كان فيها هذيك تاع الكوكب فيها 3 كيلة كاوكاو ونص كيلة سكر ما تكثروش السكر في هذو المحنشة لي سيقاو حيت تقلاو حيت تعسلو كي تقلاو يجوك غامر هذاك السكر مع التفاعل تاع الزيت والسخانة راهو رايح يتكرمل لنا درت نص كيلة وزوج ملاعق نوات كوكو هما اللي حيمدوا لنا البنة لهذا الكاوكاو لافاني وكم درت كاوكاو درت له شوية مبشور تاع الليمون حبيتو ما ديروش كاوكاو نحو نوات كوكو وديروا لوز بان لوز كامل تعرفوه يترحى شويه سكر شويه قرفه ولموه بالمظهر لكن انا كي درت الكاوكاو حبيت نبنو زدت له زوج ملاعق تاع نوات كوكو ومبشور تاع الليمون الطعم تاعو يجي رائع شوكولا لوزان راني ندوب فيها للتحليه سمعنا نربح في الوقت دوك نعطي لهم المقادير تاع التحليه دابو كذاب التحليه راني حارقه زوج في الدار ساره سميه والله هاني قصتهم بالماء هاني طيحتهم ماما عولت هاد المراه قالت لي ما كاش بويوا غايا خلاص نشربوا بلاش خليني بالكثير الماء حندير لهنا تحليه اورانج شوكولا نواغ نعرفوا شوكولا نواغ يمشي بزاف مع البرتقال وزيدي لي عطيني اسبيس على موس لاموس بلا بيض بصح شوفي هي لاموس لازم لها البيض صح لا بلو باغ الناس ما يحبوش داك البيض شغل ماشي طايب دونك سي بوغ سا ما يديروهاش بصح تقدري ديريها باش تعاونيها بلا كريم فخاش باش تجيك هكاك خفيفه لا كريم فخاش باش تطلع لك باش تطلع لك تكون بارده بزاف بارده بزاف والنوعيه تاع لا كريم فخاش لازم تكون تقراي في القرعه مكتوب 35% شوفي حنا في الجزائر ناقصه 35 فوالا تلقاي 28 ل 35 هذيك تطلع لك وبارده مليح ونبداها فيتاس ان ما تبدايش فيتاس قاويه أوكي. فيتاس ان ولا 2 كي تبدا ترغون باش تزيدي لا فيتاس تاع لو باتور ديالك وشنو ثاني هذه هي هذوك 25 و 15 اي تو تاع طياب ماشي تاع اللي يطلعوا الكريمه ومام هذيك شنو هي مام لليان اللي نديروه فيه لازم يكون بارد هي هذيك في البلوندوف لازم يكون بارد مي تقدري ديريها كوم استيس يعاونك كي يكون بارد ويكون تاع حبيب احسن ما يكون بلاستيك باسكو واقيلا هذه هي السباق عاد غير نضرب فيها واحد الساعه ما صاحبش تطلع عيطي اختي عيطي لي نقول لك خلاص دوك انا نبقى عندك سميه تما جوج بس نادي كي تقولي لها عطيني زعما هذيك الوصفه شوفوا عندك كيفاش شوفي حكميها من قلبي شغل زعما حكميها ضربي شوفي حكمي البلون وضربيه وطليه شغل نحب نلحق المعلومات فخصنا نهضر هكاك بلي سونتيمون كيما يقولوا لهنايا عندي تحليه برتقال بالشوكولا نواغ بزاف بنينه برتقال مع الشوكولا السوداء يمشوا بزاف يمدوا طعم رائع واش فيها عندي 300 مليليتر عصير برتقال عصرت 5 حبات صغار لو كان يكونوا كبار كيما هذه حيجيكم زوج حبات ولا ثلاثه تكون فيها الماء حتجيكم زوج حبات برك ولا ثلاثه ليسونسيال عندي 300 مليليتر عصير برتقال واش عندي لهنايا 4 ملاعق تاع السكر زوج ملاعق مايزينا
ما نكثروش المايزينا باش ما عاود نرجع لك الزيت. اه هذه دارت لك حياتي سارة. حالة يا سارة كنجي كل يوم هكا تعاوني منيح لنا واحد ثالث هكا طولك ايادي ترعاه ايادي امينة نعطيهولك من يدي. انا حبيت لي يدي دايما جيبي لنا واحد ثالث يعاوننا. اه مليحة جيبو غير الشاطر اللي لازم نعرفو. هاوي هاوي لهنايا قلنا عندنا زوج ملاعق مايزينا، 4 ملاعق سكر، 300 مليلتر عصير برتقال، ملعقة تاع فانيلا ولا سكر فانيلا، عندي ملعقة تاع مارغارين ماني لهنايا. أنا نضيفها هنا. فوالا، نخلط هذا الخليط، نضيف له حبة بيض، نديرو يعقد لي على شكل كريمة. نخلط هذا الخليط حتى تحلي هذيك المايزينا نديرو يعقد لي. يلا تعليقاتها يا علي راهي في البث المباشر نسيت باش دخل. ثمية شحال عندك صحبة مع سارة؟ قولي لهم بلي كنا غنضربو مع الاول. سارة عرفتها في جلسة ونسا في التورنا الاول تاع جلسة ونسا سيتي 2020 ياك الموسم الاول 2021 جو كرو. خلاص ما تحقيش هادو نهايه 2020 بدايه نهايه 2020 قولوا في لافان تاع 2020 عرفت ساره. ما كنتش نعرفها من قبل يعني ما كنتش نتبعها من قبل لكن ايماجي النهار اللي كنت كان عندنا رينيو باش نتلاقاو باش نتفاهموا على البرنامج دارتو هذاك الليل اولا ما دارتو هذاك الليل كنت نطلع في الفيسبوك تلاقيت بها وحاطه واحد لا فيديو قعدت نشوف فيها تما وين عرفت ساره غدوم داك كي جات تلاقينا قلت لها يا عمري البارح كنت نشوف فيك كنت نشوف فيديو عجبتيني لاول مره كنت نشوفها فصداقتهم شغل صداقتنا كانت من خلال البرنامج وكنت رافدة نحايل عند سارة ليكيب شغل مع بالكم زعما متنرفد انا قلبي كبير انا مليحة لا غير انا عاقلة يا زيدي عندي ديف واحد ونستعرف به انا كي نشوف الكاميرا ما نحبش من الهضرة ما نقدرش صح تهدر ما نقدرش هذا هو جوغ تلمو عندي بزاف معلومات وما كنتش فاهمة مع الاول بليك دوري الاكبر اني نطرح سؤال ونخرج المعلومة من الضيف بصراحة يعني تلمو عندي هذا الكم الهائل من المعلومات نحب نمد قدر ما قدر ما نقدر وننسى ننسى بلي عندي صحاباتي معايا زميلات كاين ولا غير نكملو نقولها سارة انت رائعه عندك معلومات عندك افكار رائعه لكن نضحك ديري حصه وحدك كما تاع هذيك رضوى الشربيني شغل لازم تكوني في حصه وحدك برك تهضري لانه ما كاينش تمدي الداله للزميلات لكن الحمد لله يعني كانت صداقه رائعه مع كل زميلاتي تاع صح نسمع نصيحه سميه من الناس اللي استقبلوني صح بصداره رحب كما كانت تهضر على ندي بلي هي توري من قلبها سميه ثاني توري من قلبها لا فيري الحمد لله بزاف حاجات تعلمتهم منها الحمد لله يلا ناديه وراكي سمحوا لي بصح شوفي شحال نعرف ناديه شوفي سي بلا شابلوغ تجي حلوه ما شاء الله بلا شابلوغ خير هادي شغل كان شي تفيديا جات جو ستيل بيني شغل بيني فوالا اه فوالا لهنا راني ندير في هذيك لاكخيم اورونج انتوما هذه تسموها سفيريه معقوده معقوده بحقات لك في الغوار كيما الجنوب الاخر يعيطوا بالسرعه على ما اظن ثاني يعيطوا لها سفيريه ويعيطوا لها هيا ناديه واش كديري؟ راني ندير في لاكخيم هذيك تاع لورونج واش درتي فيها؟ درت فيها 300 مليلتر عصير برتقال و 4 ملاعق سكر، 2 ملاعق مايزينا، حبه بيض، ملعقه مارغارين فانيلا ولا سكر فانيلا نفرغها هكا دي غامكان نخلي شويه بصح ندير طبقه تاع الشوكولا عندي شابه ديريها ليا شوكولا نواق شوكولا نواق تمشي بزاف مع اليوم سخانه مع تشينه اليوم سخانه ناديه مضطره اني نخرج فاصل تديري تكملي بعد الفاصل اه اوكي يلا نخرجوا فاصل اشهاري مشاهدينا ثاني فاصل ونعاود نولي يلا عاودنا ولينا مشاهدينا باش تشوفوا معنا التحليه ناديه ديريكتومون نعطيك الوقت. هنايا واش درنا؟ هذيك الكريمه درناها في لي بيغين هكايا، كي تشد روحها شويه نروحوا نديروا هاد الكناش تاع شوكولا واش فيه؟
في 200 غرام شوكولاتة الوجدان سوداء و200 غرام كريمة سائلة. الكريمة السائلة سخنتها والشوكولاتة ذوبتها، نخلطهم هكا ونحركهم مليح ونديرهم في الثلاجة على الأقل ساعة، نديرهم يبردوا مليح، بعد ما يبردوا نجبدهم ندربهم مليح باش نتحصل على هاد الكريمة اللي درتها من الفوق. لكن ما تطلع لكمش هكا سخونة، لازم ديك الكريمة السائلة تعاود تشد روحها. اون غاناج، غاناج لازم لها زوج سوايع ساعة في الثلاجة تشد روحها باش ندريسيوها مع الآخر. كي تجمد تشد روحها مليح نحكمو باتور ونبداو نطلعوها، ومن بعد كي نطلعوها نديروها هكا في انفوش ونزينوها من الفوق، نتحصلوا على زوج طبقات تشينا وشوكولا نواغ من الفوق ونزينو بلو زيست. تخي بيان، حطوا لنا الوصفة على الشاشة هكذا باش يشوفوها. فوالا، نروحوا للمحنشة نخدموا أموا حبة قدامها. أخدمي حبة. هما المحنشة يعني يعرفوها، لكن أنا حبيت نوري لهم لاكيوز تاع ديك نطوروا ولا نحي هادو الفوق. نحيهم ونزيد لك واحدة هكا صغير. هذا يساعدك سميع، خلي لي هذا نديرو فيه لاصوص. لهنايا درنا اون صوص تاع الخيار، فيها حبة خيار رابيناها، عصرة تاع قارص، زوج ملاعق تاع زيت الزيتون، وزوج علب ياغورت. زوج مغارف. زوج علب. خليها هي تعاود الوصفة. حبة خيار، زوج علب ياغورت ناتور، شوية ملح، شوية فلفل كحل، سنة تاع توم. درتي هذاك توم؟ درتوه. سنة تاع توم والمعدنوس. هاد لاصوص بزاف خاش تركية. تمدلك شغل خاشر، ناكلوها مع المعقودة ولا. حبة خيار، زوج علب ياغورت ناتور، ملح، فلفل كحل، عصرة قارص وزوج ملاعق زيت زيتون. نجيبو الديول لهنا تاعنا. يلا ديري هنا هذيك لاصوص. هذه بيان هكا، هذه هي. يلا نحطو لاصوص تاعنا. قلت لكم خصنا غير واحد يأذن. شوفوا لهنا نحكم الورقة تاعي تاع الديول، وكنت وجدت قدرة وكسكاس. شوفوا واش ندير، نحط هكا الورقة ما نحطهاش كامل، لو كان نحطها راهي رايحة تعجن لي. كي تكونوا حتخدموا كونتيتي لازم واحد يعاونكم. شوفوا نقعد شدتها هكا باش شغل هذاك الفوار يطلع ليها، كون نحطها كامل هكا حتلصق لي. فوالا نجيبها هنايا. حطي صارت ما في الطاقة ما تشققش ال ما تنجمش تشقق. فوالا اه لهنايا واش ندير؟ نجيب هذا الجهة ندير نوزن لهنايا 30 غرام الحشو ديالي. نوزن لهنا 30 غرام الحشو تاع المحنشه ديالي باش تجيني حبه مقدره كيما يقولوا. فوالا عفوا هنايا. فوالا من بعد نجيب هذا هنايا، ومن بعد نبدا نرولي. لهنايا ما فورتهاش مليح، انا حسيتها ماهيش طريه، لكن نتوما فوروها شغل قعدوا شادينها هكا حتى تحسوها طرات كامل في يدكم. واش ندير؟ هذاك الخليط تاع فارينا اوما اللي راح نلصق به الورقه تاع الديول تاعي. فوالا نكمل نغلق على المحنشه ديالي. بعد نحكم هذا منا لهنا، لازم تكونوا ما لحقتوش الحشو، يكون عندي شويه ديول باش نبروتيجي اللوز تاعي ما يتحرقليش. ونبدا ندور غير بالعقل. فوالا شوفوا لهنايا ندور بالعقل بلا ما نزير، باش الداخل كي طيب ما تجينيش معجنه. فوالا نجيب شويه هذيك لاكول ندير هكا شويه، وهذا اللي قاعد لي نجوزو هنا من تحتها باش يجي الشكل تاعها شباب. فوالا كي تكونوا ترولي وما تزيروش، باش كي طيب المحنشه تاعنا طيب لنا من الوسط، ما تجيش معجنه الديول يقعدوا هكا خضوره. نحكموا واحد كيغدون هكايا ونديروه هكا نطيبوه بها. المحنشه تاعي طيب في زيت سخونه ولازم تعوم في الاخر، ماشي غير طبقه تحتانيه باش يطيب من الداخل. هذيك المحنشه نقلوها تاعي. نقلوها فوالا، تتقلى في زيت غاز غزيره كما يقولوا، ماشي كميه قليله. بعد ما نحيها من المقلاة ديريكتومون العسل باش تشرب لي مليح، هذيك لافاخس تكون نشفت في الزيت، هذاك العسل راهو رايح يشمخها. دونك نعسلها واحد 20 مينوت ولا هادو واش نحطوهم؟ ندير لهم تزيين خفيف. يلا نزا وراهو المحنشة تاعك اللي جبتيها يا وجدة راهي. يلا نديرو لها دغيا الصارة. ما نروحوش في عسل وندريسي ولا يلا نخرجوا ديريكتومون. داكوغ. ها نحطوا في هذيك؟ لا لا انا وجده واحد لي زاسيات بيوضه هم ليك. ما ديريش في هذيك؟ اه وي. هادو. شابين. حجيب الطيحه بك هاديه. مشاهدينا الكرام، فوالا المحنشه اللي درتها البارح. درتها لكم. هي وجدتها وجبتها لكم معايا الله يبارك. بصح ما شاء الله. هذا تفكر جيتي يديك فاغيني قلب اللوز نزلا بيا يعني والو. هكا. شوف. صاجي شربت. دايما تسبق. صح.
يا اخي انا دائما نربح لعب. خاصك شوفي صاجي يستنى فيك برا على بيا سكرتي. لا لا زين غير بزاف غير ماكلات بداي. عندي هاد لو فخوي برك حبيت نزين به تقدروا تستغناو عليه. هو الفيزا واش رايك فيا؟ ما شاء الله يعطيك الصحه ربي يبقى يستر عليك. الزوجات وخليتي بوك مونجي واحد تاعي وحده تاعك تاع من بعد نزيدهم لك في طبسي ولا ناس تاع سيبارات تاع صغير. فوالا سمية دي معاك هاد الزوج عادي ديكوريتيهم بيان هما نورمال ما يخلوهم يبردوا يبردوا بيان سور. فوالا يلا ساره نحي هذا الوسطاني هذا الدوري هيبدا حطيه من اللور هكذا الله اكبر هيا كيسمعوا البنت راني راه حاضر شتي كيفاش تشاها هذه بلاصتي مكاني ضيوف يقعدوا يعطيك الصحة فكي بنت الدار يعني ماشي ضيوف يلا نادية قسما نديروا القرعة تاع نهار اليوم سارة اليوم هي اللي حتخير الإجابة هي الإجابة صحيحة هي المايزينة هكذا نادية المايزينة إلا قلاو حبة زوج وشافوها تحلت لهم نسمع في النار الماء ويغلي برك صح هضرت عليا وين شوفوا إلا شفتوا السفيرية كشتوها درناها قدامكم هذه جديدة أنا كنت خايفة منها لكن اللي خدمناها قدامكم شتو قليناها ما صرالها والو تبعوا لي زاسيوس الخفاف اللي عطيناهم لكم إلا شتوها راحت راحت كامل ثلاثة ملاعق مايزينة في الكيلو تاع بطاطا خلطي وخيرنا اسم صافي اللي قالوا مايزينة دوك سارة هي وكل واحد تبقى لاسيوس تاعو في الدار لكن هي لا ميور سي المايزينا احلام من بيرتوتا احلام من بيرتوتا صحتك الف مبروك قسيمة شراء مهداة من وريتي لا كاميرا للاسم قسيمة شراء بقيمة 10000 دينار جزائري مهداة اليوم اللي تسلف في كاميرتي والله مهداة من الواحة سارة يعطيك الصحة الواحة اللي تسوق عفوا سارة يعطيك الصحة الحضور معايا نهار اليوم الله يخليك ميرسي بوك ان شاء الله تشرفت بكم وجالوا بليزير بيغنو والله غير جالسة ما فقتهاش كامل الله يخليكم يعطيك الصحة ميرسي سارة ان شاء الله نروحي على الكاميرا معنا باش طيبي معنا الكاتو كامل العيد نجيب لكم شوية تشارك مسكر تاعي لازم تذوقي ان شاء الله يا ندي يعطيك الصحة معليش ما تختميش معايا اليوم انا مزروبين كملي معليش يعطيك الصحة طبعا شافوها قدامهم المحلشة شوية تزين بالبيستاش برك من لي كوتي ولا بالكاوكا ولا باي حاجه يحبوها سونسيال ديروا عفسه تحبوها انتوما عندي اهداء خفيف لواحد المشاهده صغيره ماريا حاجي يلا تحياتنا ليها انا نشكر اللي شرفت اليوم على اطلالتي ميل اي انوي على هذه الجلابه الرائعه شكرا لها شكرا الإطلالة. شكرا حبيبتي شكرا لكل المشاهدين غدوه ان شاء الله نتلاقاو مع زميلتي الزهراء مع الشيف مريم ان شاء الله بوصفات اجدد صحه فطوركم